طيب فسر لي طالما مش تصريح، ما معنى الخيانه هنا؟ يمكن انا جاي من الخيانه موجوده من دوله، هي مش الخيانه موجوده في صوره بيقول التحريم، بيقول لك الفاحشه القوم، بيقول الفاحشه فقد صغت قلوبكما. نعم. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. تمام. والصوره من اولها والاخيره، هل معنى التوبه هنا من الفاحشه؟ لو سمحت، الصوره من اولها ولا من يا مولانا، الصوره من اولها لاخرها موجهه الى ام المؤمنين عائشه والى حفصه. انت توبة يبقى عائشه حتى لغويا يا ضرب دكتور. الله مثل الذين امنوا امراه نوح وضرب الذين كفروا امراه لوط وامراه. لا انت توبة، خلينا نقطه نقطه يا دكتور احمد، ما تروحش من البدايه. الصوره من البدايه موجهه لام المؤمنين عائشه. تمام. وحفصه. تمام. ايه الحكايه؟ هو يعني ده مش في تفسير القم بيقول ايه؟ بيقول جاي انت تقول لي لا ما حصلش في تفسير الايه اللي بيستدل بيها الدكتور، بيقول لك الفاحشه وليقيمن الحد على عائشه. هو الحد بيتقام على ايه؟ الرد على الحد بيتقام على ايه؟ لو سمحت الحد ده يعني لو سمحت قام على ايه؟ لو سمحت رد. ما انا برده ما انا برده صورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة نوح امرأة ما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، كانتا زوجة النبي. مش كده؟ كانت تحت عبدين. كان موجه لمن؟ كان موجه لعائشة وحفصة من اول الصورة الاخيرة. أكن الكلام ده كله من الاول للاخر. هذا الكلام موجه لعائشة، يبقى ما يقول امرأة نوح وامرأة لوط ده دي قضية خطيرة. أيوة طبعا. يعني هو بيصرح عائشة يا دكتور، صرحت بأم المؤمنين عائشة تبقى كافر على طول. برافو عليك. لو كفرت لو اتهمتها بالزنا او الخيانة او يبقى انت كافر على طول. يعني لو اتهمتها بما اتهمها بالقرآن ابقى كفرت؟ لا ما اتهمهاش بالقرآن، ما اتهمهاش بالقرآن. طيب يا لو سمحت يا مولانا، لو سمحت طب ناخد تليفون. سلام.